تشرق الشمس على واحدة من أكثر الشواطئ الخلابة على السواحل المصرية للبحر المتوسط. هنا في محمية السلوم البحرية يمتد البحر ليلامس الرمال البيضاء فتتلألأ على شواطئها البكر. يستقوي البحر بالهواء ويضرب البر بأمواجه، ويشكل لوحات رائعة تصعد على سطح الكثبان الساطعة. أمطار موسمية تغمر الرمال لتبعث بها الحياة، سبخات وبرك مستترة وكثبان تهوي إلى أعماق بحر زمردي يعج بالحياة البحرية. محمية السلوم هي المحمية رقم 28 التي تم إعلانها من المحميات 30 المنتشرة في ربوع مصر، وتقدر مساحتها بحوالي 383 كيلومترا مربعا بالبحر المتوسط بنطاق ساحلي يمتد لمسافة 500 متر من البحر. تعتبر محمية السلوم الفاتنة أحد آخر الأماكن التي تتمتع بطبيعتها البكر على الساحل المصري للبحر المتوسط. هضاب ساحلية وكثبان رملية تحتضن بركا خفية، حيث يتناثر الغطاء النباتي عبر هذه الرمال العاجية التي ترتفع فوق مسطحات تزدهر بها الحياة البرية. فقد صنفت المنطقة ضمن المناطق الهامة للنباتات على مستوى مصر، وتعتبر تلك الموائل في غاية الأهمية حيث يعيش عليها عدد من الأنواع المهددة بالانقراض والمستوطنة ذات الأهمية الدولية، مثل السلحفاة المصرية التي تندر على سواحل البحر المتوسط في مصر. يتربص الورل الصحراوي بين الشجيرات، وهو آكل للحوم ويتغذى على السحالي والثعابين والقوارب. تترك الطريشة آثارها المميزة وهي سيدة التنكر والتخفي، فتدفن نفسها في الرمال في انتظار فريسة عابرة. الكوبرا المصرية ثعبان كبير يبادر بالهجوم إذا حوصر، ويعمل على الحفاظ على التوازن البيئي بالمنطقة. تكثر الطيور ما بين مقيمة مثل الكوبرا الهدهدية والنورس أصفر الساق، والمهاجرة مثل السمان وبلشون الليل، حيث إنها واحدة من أهم مسارات الهجرة الدولية للطيور ما بين أوروبا وإفريقيا، وموطنا للأنواع النادرة مثل الحبارة. يتكيف الغزال مع بيئة الصحراء حتى أنه يمكن أن يعيش طول حياته دون شرب قطرة ماء واحدة، حيث أنه يحصل على كل السوائل التي يحتاج إليها من وجبته العشبية. أما ثعلب الفنك فهو أصغر ثعلب في العالم، تشع الحرارة من أذنيه الكبيرة لتبريده، كما تساعده على سماع حركة طريدة أثناء الليل، فيستطيع أن يسمع أصوات الحشرات الكبيرة ويتدب على الرمال. تعشش السلاحف البحرية المهددة بالانقراض على الشواطئ الرملية. صغيرة السلحفاة كبيرة الرأس هذه أعادها باحث البيئة إلى البحر بعد أن تعلقت في شباك للصيد. تأوي منطقة المد والجزر العديد من الكائنات المتخصصة في التأقلم معها، فهي تقوم بدور حيوي في دورة الحياة الفطرية. تتميز المنطقة ببيئة بحرية نظيفة تحتوي على كائنات متنوعة مثل الإسفنج وتجمعات المرجان. تغطي مروج البسيدونيا أوشينيكا مساحات شاسعة من قاع الخليج حتى عمق 28 مترا، وهو من النباتات المستوطنة في البحر المتوسط ومن أكثر أنواع الأعشاب البحرية انتشارا في مياهه، حيث أنها تغطي ما يعادل 25% من قاع البحر. وقد سميت البسيدونيا رئة البحر المتوسط لأنها واحدة من أهم مصادر تزويد الأكسجين للمياه الساحلية. ويمثل هذا الغطاء النباتي بيئة هامة تأوي العديد من الكائنات وزريعة الأسماك. تعد محمية السلوم البحرية
أحد أكثر مناطق الساحل المتوسطية المصري تنوعاً في الأسماك. يقطن الشقوق الصخرية أسماك يافعة، بينما تجوب البركولة والأسماك الغضروفية المياه المفتوحة، بالإضافة إلى الدرافيل والعديد من الثدييات البحرية. يعتبر وفرة وتنوع الأسماك في المنطقة مؤشراً بيولوجياً هاماً على صحتها وقدرة النظام البيئي البحري على استيعاب هذا التنوع والوفرة. تقع مدينة السلوم إلى غرب المحمية بالقرب من الحدود المصرية الليبية، ويمارس المجتمع المحلي أنشطة الصيد لأسماك منها الوقار، الدنيس، التونة، البوري، البربوني والأخطبوط. يشكل البدو حوالي 70% من سكان المدينة، وينتمون إلى عدد من القبائل مثل أولاد علي والمجموعية والسملوس، وينحدرون من العرب الأوائل. أثناء احتفالاتهم بالأفراح تعكس خيامهم وملابسهم جذورهم التاريخية، ومنهم من يفضل حياة الصحراء والبادية حيث ترعى الأغنام على الحياة النباتية الوفيرة. كما يقوم البدو بزراعة حقولهم التي ترويها الأمطار وتشمل المحاصيل الشعير والتين والعنب والزيتون ونخيل البلح، ويقوم البعض بصيد الطيور. وتصبو وزارة البيئة إلى تطبيق معايير الإدارة الجيدة لمحمية السلوم البحرية بالتعاون مع شركائها المتوسطيين مثل مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة، وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على هذه الموائل والموارد الطبيعية وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد لها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. فهذه البيئات النابضة تمثل شريان الحياة لمجتمعات من البشر والحياة الفطرية، حياتهم مرتبطة ببعضهم البعض، فمصير واحد منهم يؤثر على مصير الآخرين. ولذا فقد صار من الملح حماية هذه البيئات الغنية الفاتنة بمحمية السلوم لؤلؤة البحر المتوسط لنا ولأجيال من بعدنا.